السيد رئيس التجارة يونت المشكلة والأخوة الكرام قادة غرف الزراعة السيد ترم نورش على كاشتر السادة الكرام المستثمرين في هذا المجال الحيوي الهام مجال كون ذي يترم يفعلنا كاشتر يفعلنا كاشتر والأخوة الحضور جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن سعيدون جدا بهذا اليوم أن نكون في هذه البلاد الكبيرة. بيوك كذا والله مزند الله يبين شوك مكريوس. تركيا في نظرنا بلد عظيمة. تركيا بزي قرر بيوك في الكادر. وبلد قائدة. لدى بالكادر. وبلد أنموذج بالنسبة لنا نحن المسلمين. مسلمان عرب أرنك بالكادر. في قوة الإرادة وفي حسن التخطيط والتنفيذ وفي مقدار التأثير الذي أصبحت الآن تحدث في منطقتها وفي العالم أجمع. وهي تجربة تستحق الدراسة والتقدير. العلاقات السياسية بين السودان وتركيا هي علاقات متميزة. السودان تركيا arasındaki siyasi ilişkiler özel bir ilişkidir. وفيها تنسيق كامل واحترام من كل بلد للآخر. Karşılıklı saygı ve sevgi var. العلاقات الاجتماعية بين البلدين علاقات وثيقة وبدأت منذ العهد العثماني. ولنا إرث كبير ومشترك فيما بيننا. واحترام وتقدير وثقافة مشتركة. أنا عبد الله أحمد حمد أنا وزير الصناعة والاستثمار في ولاية الخرطوم. الخرطوم ولاية يترم صناعة بكاني. ولاية الخرطوم هي أكبر ولايات السودان. الخرطوم ولاية السودان بولاية تدر. يسكنها 25% من سكان السودان. السودان نفسهم يجدين بيش أوردش أغشيت أوتمتة. وفيها 70% من الصناعة الموجودة في السودان. السودان صناعة سن يجدين يتمشن أشياء كره الخرطوم هذا. وفيها تقريبا أكثر من 70% من الاستثمار الخدمي في السودان. خدمة يونتمن يجدي تمشي أشهر كرة خرطوم لدر السودان. وهي كذلك أكبر الولايات إنتاجا للأعلاف والألبان حيوان والدواجن يمة دوق رتمة والخضر والفاكهة ميفا وسبزة ورتن أم فضل أم بيك ولايتر أم شوك رتن ولايتر معلوم أن السودان هو دولة عظمى بإمكاناته السودان بيك بالعلاقات ورم بيك بالكدر السودان السودان فيه أكثر من 80 مليون هكتار صالح للزراعة المستثمر منها في حدود 20-30% فقط. يقرسك زير من دكتور أرسلنا أنجب كلهم غير يعني شان الله. السودان فيه 104 مليون راس من ال. 104 مليون من المواشي. باش فوين هناك شيء سوار. وفي دراسة أخيرة هو 110 مليون راس من المواشي. 110 مليون كوين مر. وهذه تمثل الدولة السابعة تقريبا في العالم من عدد الثروة الحيوانية. وبالرغم الأخير هو الدولة الأولى أفريقيا. ولا زالت هذه الثروات كلها غير مستغلة. السودان كذلك غني بالمعادن. نحن حتى الآن نصدر حوالي 2 مليار من الذهب من الذهب الصافي الذي يجمع المصادر. خلطنا إخراج الشيكرة. والسودان هو الإرث السياحي المتنوع. تشتكي عندنا شيء لا يشتكي شيء لا يشتكي.